يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسمية المساجد بأسماء الأنبياء، فهل هذا الفعل مشروع علما بأنه قد يكون مدعاة إلى شد الرحال إليها؟ نعم. يقول في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسمية المساجد بأسماء الأنبياء، فهل هذا مشروع علما بأنه قد يكون مدعاة إلى شد الرحال إليها؟ نعم، إذا كان يخشى أنه يعتقد في هذا المسجد فهذا لا يجوز يسمى باسم النبي، يعني يسمى باسم نبي من الأنبياء، لأن هذا يوهم العوام أن النبي مدفون في هذا. نعم.